من غير المدافعين، لان كان في طبعا غيابات سواء لرامي ربيع او لمحمد نجيب بداعي الاصابه، وايضا كان في تواجد لسعد سمير مع منتخب مصر في مباراه غابه، ونفس القصه بالنسبه للقاءات الماضيه، ولكن ايمن اشرف كان على اعلى مستوى ادى اداء لا باس به. احنا معنا الان مراسلنا مراسل قناه النادي الاهلي كريم احمد، هيطلعنا اكثر على آخر أخبار كواليس معسكر النادي الأهلي قبل الداخلية. كريم، ماذا لديك؟ ليك زميلي محمد، تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. مباراة طبعا الأهلي والداخلية في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام، مباراة مهمة كعادة طبعا النادي الأهلي كل المباريات لابد طبعا يكون فيها تركيز كبير بغض النظر عن الترتيب، بقلة كمان الخبرات المتواجدة في فريق الداخلية. النادي الأهلي بيخطو خطوات ثابتة إلى الأمام، شفنا مباراة رائعة أمام الإسماعيلي أداء ونتيجة، كمان مباراة الإنتاج الحربي النادي الأهلي بيحاول طبعا إن هو يسعى جاهدا للحفاظ على مسيرة الانتصارات وأيضا كمان الحفاظ على لقب بطولة الدوري العام. احنا في هذه اللحظات طبعا متواجدين في فندق الاقامه الخاص ببعثه النادي الاهلي قبل انطلاق طبعا مباراه الاهلي والداخليه. الامور هنا فيها تركيز كبير جدا، وزي ما احنا عارفين يمكن اختتم النادي الاهلي تدريباته امس على ملعب مختار التتش، كان المران الاخير لفريق النادي الاهلي. كابتن حسام البدري في محاضرته الفنيه اكد بشكل كبير عدم الاستهانه بفريق الداخليه، لابد من التركيز الكبير، ماشيين بشكل مميز جدا في بطوله كاس مصر وفي بطوله الدوري العام بشكل عام، لكن يمكن مباراه النهارده مباراه مهمه للنادي الاهلي. النادي الاهلي في حال ان شاء الله يعني يحرز نقاط بالنسبه لهذه المباراه هيصعد اكتر من مركز. نادي طبعا الاهلي هدفه هو بطوله الدوري العام وبطوله كاس مصر وكل البطولات اللي بيشارك فيها. يمكن طبعا زي ما اتكلمنا على الغيابات اللي متواجده، عندنا غيابات فنيه وعندنا ايضا كمان بعض الاصابات الخاصه بفريق النادي الاهلي. الغيابات طبعا للرؤيه الفنيه زي ما قلنا عمرو بركات وصالح جمعه وميدو جابر وعبد الله الشامي وحسين السيد واحمد حمودي، دي الرؤيه الفنيه طبعا الخاصه بالكابتن حسام البدري، بجانب طبعا الاصابات رامي ربيعه وعلي معلول واحمد حمدي ومحمد نجيب وهشام محمد. بنتمنى طبعا كل السلامه لكل المصابين للعوده من جديد للمشاركه مع فريق النادي الاهلي. ويمكن انا سمعتك طبعا زميلي محمد، مفيش مشكله في خط الضهر بالنسبه للنادي الاهلي، كل اللعيبه طبعا على قدر المسؤوليه. ايمن اشرف بيظهر بشكل رائع، محمد هاني اما بيتواجد في مكان المساك او مكان الباك رايت بيظهر بشكل مميز جدا. اكيد الكابتن حسام البدري بيحاول ان هو يجهز كل اللاعبين في اكتر من مركز للظروف الخاصه طبعا بالنسبه للاصابات، لكن كلنا ثقه طبعا في كابتن حسام البدري وفي كل اللاعبين. اي لعيب هيكون متواجد في النادي الاهلي وهيتكلف بمأموريه وهيتكلف بدور اكيد هيأدي فيه على اعلى مستوى. لحظات طبعا وينطلق طبعا المحاضره الاخيره للكابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي لوضع الرتوش الاخيره على التشكيل اللي هيقود بها النادي الاهلي هذه المباراه. كمان المحاضره هيكون فيها محاضره خاصه للاعبين، كعاده طبعا لاعبي النادي الاهلي بعد المحاضره الفنيه بيكون في بعض التحفيز لكل اللاعبين لاعبين الخبره في فريق النادي الاهلي، واكيد كلنا بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. استاد القاهره لابد ان احنا نتكلم عليه النهارده، اولى مباريات النادي الاهلي على استاد القاهره اللي لم يشهد مباريات من سنوات طويله لفريق النادي الاهلي، دي اكيد مسببه سعاده كبيره جدا للكابتن حسام البدري لكل اللاعبين. النادي الاهلي احرز بطولات عديده ومباريات هامه جدا في تاريخه على استاد القاهره، فاكيد بنتمنى النهارده تكون انطلاقه جيده للنادي الاهلي ويكون استاد القاهره وش السعد على فريق النادي الاهلي. اكيدا كنا مستمرين معاك يا كابتن فاروق كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، هنا من فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه. عوده ليك من جديد، لو في استفسار اتفضل. شكرا زميلنا كريم احمد مراسلنا من مقر اقامه معسكر النادي الاهلي قبل التوجه الى ملعب المباراه، صراحه وفانا بكل شيء. واهم حاجه من الحاجات اللي قالها كريم ان دايما كابتن حسام البدري بيدي محاضرات كتير جدا، ودي من الحاجات المهمه، تذكير اللاعبين بالادوار ده شيء مهم جدا، وده الفكر الجديد في التدريب انك تشرح وتفكر لعيبتك بكل الادوار، لانك على مدار طوال الاسبوع طبعا النادي الاهلي دلوقتي بيلعب ماتش كل اربع ايام، فبيبقى مهم جدا للمدير الفني في الثلاث اربع ايام اللي بيركز فيهم، وكل مباراه بيبقى ليها اسلوب خاص. النادي الاهلي استراتيجيته واحده، ولكن في بعض العناصر اللي لازم اللعيبه تبقى مركزه فيها وفي حوارها مع المدير الفني، وده اللي دائم التاكيد عليه الكابتن حسام البدري مع فريقه وجهازه الفني وكل لعيبه النادي الاهلي. خلينا ناخد حضراتكم لاحصائياتنا اليوم وكل شيء يخص مواجهه النادي الاهلي و مواجهة فريق الداخلية، لأنها مواجهة مهمة جدا الأسبوع العاشر والجولة العاشرة،
وهكرر كلامي لحضراتكم، النادي الاهلي بيلعب ماتش كل اربع ايام، وده من الحاجات اللي هتخلي كابتن حسام البدري، وقلت لحضراتكم من بدايه الموسم ومن بدايه اعلان لجنه المسابقات ان كل اربع ايام الكابتن حسام البدري هيبقى فيه بعض التغييرات، مش تغييرات كبيره ولكن سياسه التدوير هيعملها الكابتن حسام البدري، لان مش كل اللعيبه هتقدر انها تلعب كل الماتشات. هنبتدي مع حضراتكم باحصائياتنا اليوم و نبتدي بهداف بطولة الدوري العام حتى الآن، حتى الجولة التاسعة. هنتكلم على مصر المقاصة حسين الشحات بسبع أهداف، الإنتاج الحربي عمر السعيد أيضا سبع أهداف، الاثنين عاملين موسم حتى الآن أفضل من رائع، على الرغم أن حسين الشحات وعمر السعيد ما سجلوش في آخر لقاءات سواء لمصر المقاصة أو الإنتاج الحربي. وترى أسوف سجل هدف مهم جدا لوادي دجله في اللقاء الماضي امام الرجاء، وصل لخمس اهداف. وفي الزمالك محمد اشرف رؤى اللي بيقدم موسم اكتر من رائع مع نادي الزمالك، وصل لخمس اهداف على الرغم ان فيهم ضربات جزاء، ولكن ده شيء يضاف لاي لاعب مهما كان مركزه. الاسماعيلي دييجو كالدرون احرز خمسه اهداف، ومن المصري البورسعيدي احمد جمعه اربع اهداف، دول الهدافين وابرز هدافي الدوري حتى الان معانا في احصائياتنا. هكمل مع حضراتكم ان جون انتوي من مصر المقاصه ايضا احرز هدفه ارلا رابع، مويل العرب احمد علي بيقدم واحد من افضل مواسمه ويستعيد بريقه مره ثانيه كواحد من الهدافين الصاحبين الطراز العالمي باربع اهداف، ومن المقاولين العرب ايضا محمد فاروق لاعب الاهلي السابق اربع اهداف، ومن الاتحاد السكندري المحترف كواكو فابريس باربع اهداف، ومن ام بي صلاح محسن الموهبه الصاعده الواعده مواليد 98 باربع اهداف، دول الهدافين اللي معنا. تعال نروح لنتائج المباراه الجوله العاشره. اتحاد سكندري سقط في فخ التعادل مع طنطا بهدف مقابل هدف، الرجاء ووادي دجله، الرجاء يضيع تقدم في هذا اللقاء، وصل في بعض الأوقات لثلاث أهداف، ولكن وادي دجلة تعادل مع ميدو في الأنفاس الأخيرة بثلاث أهداف مقابل ثلاث أهداف، ووادي دجلة حتى الآن موقفه في الدوري يحتاج إلى نظرة. أما الرجاء ربنا يكون في عون الكابتن عماد النحاس. مصر المقاصة تفوقت على بتروجيت في لقاء كان متكافئ بين الفريقين، كابتن عماد سليمان مع مصر المقاصة ابتدى يبقى فيه انتعاشة، وبتروجيت مع كابتن محمد يوسف فريق مستقر، ولكن فازت المقاصة بهدفين مقابل لا شيء. الأسيوطي سبورت والمصري البورسعيدي، تفوق المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف على الرغم ان كان في حالة طرد، وايضا الأسيوطي سبورت لم يستخدم هذا النقص العددي. الانتاج الحربي امام النقص واحد مقابل لا شيء، مباراه كانت مهمه بالنسبه للانتاج الحربي بعد الخساره امام النادي الاهلي. اما المقاولين العرب وام بي واحده من افضل اللقاءات، يتفوق بتعادل بهدفين مقابل هدفين، ده ابرز مفاجات الجوله الماضيه. حتى الان في الجوله العاشره بالدوري الممتاز الاسماعيلي على فكره بيلعب سموحه ومتقدم بهدف مقابل لا شيء، كان احرز الهدف اللاعب كريم بامبو. دلوقتي بقى الجوله ال11 بالدوري، هنقول لحضراتكم الترتيب اللقاءات. بتروجيت هيواجه الرجاء، وطلائع الجيش في مواجهه امام النصر. هذه المواجهات هتبقى يوم الاثنين 27 نوفمبر باذن الله. الزمالك هيستضيف مصر المقاصه في الثامنه مساء من يوم الاثنين. طنطا والمقاولين العرب دي لقاءات يوم الثلاث، وام بي هيستضيف الاسيوطي يوم الثلاث، المصري والاهلي في الثامنه من الثلاثاء. وشايفين النادي الاهلي كل اربع ايام بيلعب ماتش عامل ازاي، الاسماعيلي ثم المصري وفي النصف الداخليه. الداخليه بعد مواجهه النادي الاهلي هتواجه الانتاج الحربي، لقاء هيبقى صعب جدا على كلا الفريقين. اما سموحه والاتحاد واصبح ديربي سكندري، لان الاثنين هم ممثلي محافظه الاسكندريه. وادي دجله والاسماعيلي دي لقاءات يوم الاربعاء، هتكون في الثامنه مساء من الاربعاء 29 نوفمبر 2017. دي ابرز مواجهات الجوله ال11. مشوار النادي الاهلي في الدوري ناخده مع حضراتكم قبل مواجهه الداخليه. النادي الاهلي كان تعادل مع طلائع الجيش بهدف مقابل هدف، ثم تفوق على الاتحاد السكندري في اول فوز ليه هذا الموسم بهدفين مقابل لا شيء، قبل ان يفوز على الرجاء باربع اهداف مقابل هدف، ويتفوق على الانتاج الحربي بهدفين مقابل هدف، ثم يتفوق على الاسماعيلي كالعاده في الاونه الاخيره
بهدفين مقابل لا شيء. والنادي الأهلي والإسماعيلي منذ 10 سنوات النادي الأهلي متفوق في كل اللقاءات. نكمل كلامنا وإحصائياتنا مع حضراتكم ونروح لمشوار الداخلية، فريق الداخلية وعودة الكابتن علاء عبد العال في قبل ما الموسم الماضي ينتهي كان له بريق مع فريق الداخلية، هو كميته مع فريق الداخلية مشى بشكل كويس. الداخلية تعادل في أول لقاءاته مع بتروجيت بهدف مقابل هدف، ثم سقط أمام الزمالك بثلاث أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يسقط أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، ثم يتفوق على مصر المقصة بهدفين مقابل هدف، ويتفوق أيضا على الرجاء بهدفين مقابل لا شيء، ثم يسقط أمام الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف وتعادلين، التعادل الأول أمام الاتحاد بهدفين مقابل هدفين، ثم أمام المقاولون العرب بهدف مقابل هدف قبل أن يتفوق على الأسيوطي بهدفين مقابل لا شيء. ده مشوار لفريق الداخلية مع الكابتن علاء عبد العال اللي حتى الآن ماشي بخطى جيدة مع فريق الداخلية. مواجهات الأهلي والداخلية خلينا نبتديها مع حضراتكم. النادي الأهلي والداخلية لعبوا مع بعض 10 مباريات في الدوري الممتاز، 7 فوز للنادي الأهلي، فوزين فقط للداخلية، والتعادل كان حليف هذه اللقاءات في مرة واحدة. الهدافين التاريخيين للنادي الأهلي والداخلية في المواجهات عماد متعب ومليك إيفونا وكوليبالي، كل منهم أحرز هدفين، وأحمد تمساح كان من أبرز اللعيبة اللي لعبت في فريق الداخلية وكان أحرز هدف، 17 هدف لهجوم النادي الأهلي على دفاع وشباك الداخلية، أما 5 أهداف فقط من الداخلية في شباك النادي الأهلي. عماد متعب هداف الجيل الحالي زي ما قلت لحضراتكم بهدفين، وأحمد سمير فرج كان وحتى الآن لا يزال واحد طبعا كان من نجوم النادي الأهلي وشباب النادي الأهلي، الآن بيلعب في فريق الداخلية وأحرز هدف. ده تاريخ المواجهات ما بين النادي الأهلي والداخلية، ونادي الأهلي ما بينه وما بين أي نادي في مصر في تاريخ المواجهات، المواجهات والتاريخ يصب دائما في مصلحة نادي القرن النادي الأهلي، ودي من أبرز الحاجات اللي موجودة معنا في إحصائياتنا. نكمل مع حضراتكم كلامنا والتشكيل المتوقع، طريقة اللعب وطريقة الأداء الكابتن حسام البدري واستراتيجيته اللي لا تتغير كثيرا، وقلت لكم نادي الأهلي الآن أصبح له هوية. محمد الشناوي مستمر في حراسة المرمى، الراجل ماتش بعد مباراة بعد مباراة بيثبت جدارته. أيمن أشرف وسعد سمير الاثنين مساكين، ولكن سعد سمير هيبقى على ناحية اليمين، أيمن على ناحية الشمال عشان عدلته على رجله الشمال. صابر الرحيل بعد التألق الكبير جدا في لقاء الإسماعيلي وإصابة حسين السيد وأيضا إصابة معلول هيكون متواجد، وأحمد فتحي في الجبهة اليمنى. حسام عاشور مسمار خط الوسط واللاعب رقم 6، والراجل هو حزام الرابط ما بين خط الوسط وخط الهجوم مع عمرو السولية اللي اتكلمتوا مع حضراتكم عليه في لقاء الإسماعيلي، اللي بيزيد من الناحية الهجومية مع عبد الله السعيد، وشفناه في الهدف الثاني انه بيعرف يشوف المكان الفاضي وبيتحرك فيه عشان يكمل كرأس حربة مش بس ثالث بل رابع عشان يعمل كثافة عددية بالنسبة لهجوم النادي الأهلي في منطقة جزاء الخصوم. عمرو السولية أول ما النادي الأهلي بيفقد الكرة بيرجع وبيكمل مع حسام عاشور عشان يحموا الرباعي خط الدفاع، وده أبرز ملامح عمرو السولية اللي معدل جري كبير جدا، وإن الناس اللي بتجيب الضغط على الخصوم لاستخلاص الكرة هو ده اللي بيخلي الكابتن حسام البدري يعتمد عليه بصفة أساسية، وأيضا محتاج نظرة مهمة جدا من مستر هيكتور كوبر. أكمل مع حضراتكم في الأمام، عبد الله السعيد المايسترو والباسير، الراجل اللي شايف الملعب كله، الراجل اللي بيديلك التمريرة وأيضا بيحرز أهداف، ودي مع أبرز معالم عبد الله السعيد، واحد من أفضل صناع اللعب في الكرة المصرية ودائم التهديف، وهو ده محور أي تقييم لأي لاعب بيلعب في الجهة الأمامية، بيجيب كم جون وبيعمل كم أسيست أو كم تمريرة حاسمة. مؤمن زكريا واحد من اللعيبة اللي بتجري في ظهر الديفنس بشكل كبير جدا بشكل مميز، بيحرس أهداف بيفك لك الدفاعات الخصوم لأنه بيعرف يتحرك من الناحية اليمنى وبيعرف يضم إلى داخل أو ما بين المدافعين في الخصوم، ودي هقولها لحضراتكم في تشكيلة فريق الداخلية عندهم مشكلة كبيرة جدا في رباعي خط الدفاع. جونيور أجاييه واحد من أحرف اللعيبة اللي جم في الكرة المصرية من جهة الأجانب، واحد تحس كده أن نوانكو كانوا بيلعب معاك في فريق النادي الأهلي، مهاجم مميز جدا وأيضا بيجيد صناعة الأهداف. وفي الأمام وليد أزارو اللي هيتعب دفاع الداخلية بتحركاته سواء على الأجناب أو سواء في العمق،
دي ابرز ملامح تشكيله الكابتن حسام البدري والتشكيل المتوقع للقاء الداخليه. مفيش تغيير كتير عن لقاء الاسماعيلي. اروح مع حضراتكم للتشكيل المتوقع لفريق الداخليه. محمد الغرباوي في حراسه المرمى، رشاد فاروق واحمد صابر كاثنين مساكين، امير عابد ومحمود منصور في كظهير ايمن، امير عابد ومحمود منصور كظهير ايسر. امير عابد عنده مشكله الى حد ما في التغطيه الدفاعيه اللي بيدفع رشاد فاروق انه يترك مكانه عشان يغطي المساحه الفاضيه اللي ورا امير عابد، وده اغلب الاهداف اللي بتحرز في فريق الداخليه بتبقى بسبب نفس هذه الثغره. مصطفى عز الدين وسعيده صنبوري واحمد سمير فرج، احمد سمير فرج بيعتمد عليه في الناحيه الهجوميه، ولكن ايضا احمد سمير عشان خبرته الكبيره بيعرف يقف في الناحيه الدفاعيه لما فريق الداخليه بيفقد الكره عشان يحمي الباك الشمال محمود منصور. في الامام السرعات محمد زيكا ومحمد جمال تريكا وعبد العزيز الشاعر، كل منهم بيحرز اهداف خاصه زيكا والشاعر كل منهم احرز 3 اهداف. احمد سمير فرج من الناس اللي بيجيد التسديد وطريقه كابتن علاء عبد العال دائما الدفاع الصلب والاعتماد على المرتدات السريعه وسرعات زيكا وعبد العزيز الشاعر في الامام. دي ملامح تشكيله الكابتن علاء عبد العال اللي هيواجه فيها الكابتن حسام البدري النهارده. وكل هذا الامور او كل هذه الامور هنقولها لحضراتكم باستفاضه اكتر في استاد النادي الاهلي. نادي الاهلي مواجهه امام الداخليه، هل يفعلها الداخليه اليوم ويقتنص نقطه، أم الكابتن حسام البدري هيستمر بطريقته الجميلة وإزاي هيضرب دفاعات الخصوم من الأطراف؟ كل هذه الأمور هتبان مع حضراتكم في لقاء اليوم. لقاء مهم، النادي الأهلي يحتاج بقوة أنه يكمل مشواره في الدوري العام، يقتنص 3 نقاط مهمة جدا هتدفعه بشكل أكبر داخل منتصف جدول الدوري عشان يكمل إن شاء الله في المسيرة القادمة. كلام مهم جدا ومواجهة صعبة على الفريقين، ولكن أعتقد أن فريق النادي الأهلي الكابتن حسام البدري هيستغل الثغرات اللي قلتها لحضراتكم في دفاعات فريق الداخلية. ده كان آخر كلام معايا في فقرتي اليوم. بعد الفاصل هننضم لضيوفنا الكبار والاستوديو التحليلي مع زميلي محمد فاروق. ما تروحوش بعيد، لأن الأهلي حديث.